السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحياتي للجميع. طبعا يا اخوان الليلة رايحين نجيب افعى شباب بيشتغلوا في منطقة هان مسكين افعى وحطينها في سطل مش عارف في ايش. المهم انا شفت صورة الافعى لما شفت انها افعى الفيران عشان منطقة سكنية وناس، فقلت لهم هيني جاي اخدها لاني راح اطلق صراحة بعيد. لو كانت البقلوية يعني ممكن اصغر شوي، لكن حياة الفيران ضخمة بسرعة بتبير وما بتعرف انها وين تتخبى وين بدها تروح. طبعا هاي حياة الفيران يا اخوان هي من اسرع الافاعي في الشرق الاوسط ومن اضخم الافاعي. معتدلة السمنياب هورة مش خطرة على الانسان، لانه لما تعض يعني اذا صابت الانسان ممكن تعمل له تورمات يعني ويحتاج مستشفى، لكن غير قاتلة. عرفتوا كيف؟ غير قاتلة للانسان. المهم هاي الحية مجرمة يعني بتوكل اي شيء بتحرك، حتى انها بتوكل كل انواع الافاعي ومنها بتوكل السام كمان، يعني سام وغير سام. طبعا الوصف هذا الهيران بار. طبعا هاي المنطقة اسمها يا اخوان المصيون، منطقة ابرد منطقة عندنا برام الله، يعني بالصيف بتكون باردة. وين الروكي؟ الروكي قدام. روكي يا روكي لك روكي. هذا هو، ايوة من هان نطلع هيك بعدين. وين فيلاش؟ هان معقول؟ وين معقول في المنطقة هاي؟ خلينا نشوف الفيلا هذول. قالوا لي زقطها. فلت خفش. كيف زقطها؟ حفلة عملت انا مسجتها. لا طيب بتطلع؟ اه بتطلع. ولي شو والله ضخمة هاي شرسة والله. براو عليك عرفت تمسكها. تهاجم بقت. اسمع صوتها تنفخ بصوتها. شوف بدها تطير هاي. ايه ضربة السطل. طبعا الحية ابعد. هلا ابعد. انا اروح من هون. شو الاخبار؟ كيف الحال؟ اروح هذا ولا اظني وقف يعني. ايوه عشان انه راح تطلع سريعة لانه هذا السطل مش طبيعي. تخبط في السطل حاسة بيدي. واحد اثنين ثلاث. يا حبيبي طار الطير. شوفت يا إلهي ما هذا؟ انظر إلى جمالها، انظر إليها إنها مصعورة، إنها شرسة. يا إلهي لا تتخبى. مجرم مجرم. موت من هذا. ما صوتها؟
صور يا شبي صور. شكرا يا جماعة، تصورنا مع بعض فيها. شكرا لكم كرصة. أقعد إيه سمحكوا لي، هاي مش كافة هاي جماعة أول ساب إيه هنيا بورا هاي، بس أفحت حد الفلانة مفيدة جدا للإنسان. والله برايو عليك. أنا بدي بالك مسكتها زي هيك هرميتها. مسكتها زي ما مسكت هرميتها لأني ما كنتش برايو عليك اللي مسكتها. أنا ما كنتش أثبتها. سامع صوتها؟ يلا. أنا ما قدرتش أثبتها. آه، وبعدين كيف مسكتها؟ ظلتنا وراها في عصات الكشاطة. أيوة بالكشاطة. وأكرت الدلو عليها، كفات راسها مباشرة. يعني كبست عليها بالكشاطة ودخلتها. هاي طريقة مرتبة، شايفين فوائد الكشاطة يا أخوان؟ الكشاطة. افتح الباب. كل بعض شوي ما زي كمان حط البطل. خليها جماعة تصورها. لا بتنفخه بتوديه المستشفى، بس فيش لها مضاد. يعني مش هالشيء، مش يعني خطرة كثير، مش زي حياة فلسطين. حياة فلسطين أخطر. هلا في هنا مصدر حياة فلسطين متوفر؟ لا لا. العطاري. أمسك. وديك بدي فلت العصا أنا. فيش عنا جمص الهندي اللي جابوه زبالة. واحد اثنين ثلاثة. ليش فلت؟ حط هذا الشرب. بكون هيك في لها شيء لا لا لا. هاي جاية هان بتلقوت. وين هي بكات؟ تحت. تحت هان. جاية بتلقوت بتدور حياة يعني شيء. بس توك الحياة هاي صار؟ توك. مجرم هاي الحياة. هاي ما دائما بنزل عنها. طبعا يا اخوان اذا متذكرين قبل كم يوم عملت لكم على فرق افعى الفيران اللي هو اسرع واقوى افعى بتعيش بالشرق الاوسط وضخمه بتصل مترين ونص وخملها بيوصل للكتف. طبعا الحلو في الموضوع يا اخوان الشاب سيطر عليها بالكشاطه، هو مرات بالحكش الواحد عبين ما اوصل انا سيطر عليها بالكشاطة وجاب سطل ودخل لهلت بالسطل وسكر عليها ولا تنكتل الافعى، لانه هاي الافعى جميلة جدا. اسمع صوت، اسمع قلت لكم بتصير تعمل زي الكو. اسمع الصوت. شوفوا مخبل الجسم تمشي بترفع راسها ممكن في ناس بيقولوا لها الحمراء بسميها في مسرحها ترفع راسها زي المنبى السوداء، ترفع راسها زي المنبى السوداء شايفين كيف؟ بتصير تمشي بسرعة، بس عشان هان الأرض عندي معمولة على الهليكوبتر، البطون هاد منعم على الهليكوبتر، فبتصير تزحلق. ترفع راسها زي المنبى السوداء وبتصير تمشي. صوت. يا إلهي إنها تقوم بعض العصا أنيابها ورا طبعا لسه هاي بتكبر بتصير مترين ونص. طبعا هاي الحية عبارة عن منفاخ هواء بالصوت.
انظر للصوت، اسمع الصوت يخبط راسه. هذا اسلوب في الافاعي، كيف تخبي حالها. شوف كيف كونت حالها، منفاخ منفاخ هواء. ليش في ناس بيحكوا لها الحمراء ركزوا من وراء جاي على حمار؟ شايفين هذا اللون على حمار، فعشان هيك بيحكوا لها الحمراء. وقفي وقفي، هي بتعمل هذا الاسلوب عشان تفلت حالها. هدي هدي، عشان هيك شايفين بيحكوا لها الحمراء. ولها هان زي حراشه في السمك. طبعا انا اخوان من سنين هاي وانا اعمل عنها فيديوهات قديمه، يمكن ما بتبين على اليوتيوب عندكم، اكتبوا واقف على الفيران مع جمال. لكن بدي احطها في اشي عتم واطلعها وورجيكم كيف بتوقف ارتفاعات عالية زي الكوبرا. هلا هلا. هات الغطاء، شايفين اللون هاد على حمار بحكوا لها الحمرة. وفي بسموها في مصر، في مصر بسموها الخضري، يعني لها عدة أسماء. أما هي لونها زي لون الفار من فوق من هنا. بتموت على الفيران وبتموت على الحياة. اسمع صوت جرة غاز. ولا تنسوا يا أخوان الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، واللي بيحب يتابعني كمان على تيك توك راح احط له الرابط على التعليقات وعلى الوصف، ونتمنى السلامة للجميع.